مع البرلمان أيضا نائب حزب الوفد النائب محمد فؤاد، تقدم أمس الأول بطلب إحاطة جديد يخص البنك المركزي المصري. للتذكرة فقط، النائب محمد فؤاد كان قد أثار منذ شهور تساؤلات حول شبهات لتعارض المصالح تنال محافظ أو تطال محافظ المركزي، الذي طبقا لكلامه أسست زوجته وزيرة الاستثمار السابقة شركة استشارات وتدريب مصرفي تتعامل مع البنوك، وهو ما يحمل شبهات لتضارب المصالح. لم يرد عنها لا المحافظ ولا أي رد رسمي منذ تلك الفترة. هذه المرة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب محمد فؤاد يتساءل عن إخلال المركزي بأحكام قانون البنوك رقم 88 لعام 2003، والتي تحدد اشتراطات أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي. طلب الإحاطة ده فيه إيه؟ بيقول النائب أنه أثناء تتبعه لوقائع تضارب المصالح لزوجة المحافظ السيدة داليا خورشيد الوزيرة السابقة، وبمناسبة اطلاعه على السجل التجاري لشركة مسار التي أسستها، ودي اللي مثار شبه تضارب مصالح الأولى اللي اتكلم فيها النائب، وجد النائب اسمه، لو تركزوا معايا بس شوية عشان الموضوع معقد شوية، وجد اسم السيد جون سمعان بباوي الخير كأحد أعضاء مجلس إدارة شركة مسار. افتكروا بقى الاسم ده عشان هنجيب لكم أسامي تانية. النائب بيقول فيه، وده كله طلب الإحاطة اللي موجود عندنا، بيقول أنه فوجئ أن والكلام لسه موجود للنائب، اسم جون سمعان هو اسم موجود ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، والقرار الجمهوري واضح وبيقول ان ضمن الاعضاء موجود اسمه كمال سعد سمعان بباوي الخير. ده قرار التعيين، ولكن على الويب سايت بتاع البنك المركزي وجنبيه الصوره اسمه كمال ابو الخير. فاحنا دلوقتي عندنا ثلاثه، عندنا جون سمعان بباوي الخير، وعندنا كمال سعد سمعان بباوي أبو الخير، وعندنا كمال أبو الخير. ده ما يقوله النائب. ببعض البحث للنائب وجد التالي، وجد أن الصور المتداولة صحفيا هي لنفس الشخص، يعني التلاتة اللي أنا قلت لكم عليهم دول هم زي ما أنتم شايفين، هو نفس الشخص، يعني جون هو كمال هو بباوي هو سمعان، كلهم نفس الشخص. بالرجوع للمصرفيين، وده برضو كلام موجود جوه طلب الإحاطة، وجد أن جون هو كمال ولكن باختلاف الجنسيات، يعني عندنا يعني هو الشخص ده شخص واحد عنده ثلاث أسماء وثلاث باسبورات وثلاث جنسيات، في جنسية مصرية وفي جنسية بحرينية وفي جنسية أسترالية. بالتعمق في البحث بقى، وده برضو كلام النائب، اكتشف ايه؟ انه جون او كمال او سعد او كده هما نفس الشخص، خلاص احنا اتأكدنا ان هما نفس الشخص، او النائب اتأكد ان هما نفس الشخص. هو عمل سابقا مستشارا لجهاز الاستثمار القطري، ثم هو عضو، نفس الشخص بقى ده، عضو مجلس إدارة مسار الشريكة بها السيدة زوجة المحافظ، وهناك هو اسمه جون. خلي بالكم جون، يعني يركزوا معايا كده عشان احنا في قصة ايه، رأفت الهجان شوية، فيعني الدنيا لعبكت. وكمان بالإضافة إلى ده كان مساعد أو مستشار سابق، الله أعلم بقى سابق ولا حالي، دي معلومات بقى غير مؤكدة، لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم في الصفقات الشخصية والحكومية، وده هو مطلعه من ويكي ليكس والعهدة على الراوي، كما أنه مؤسس شركة الخير للاستشارات في البحرين. أنا بقى قريت الكلام ده بصراحة وحطيت الورق، وبقيت الحقيقة مش فاهمة هو مين فين. كل دول عضو مجلس إدارة البنك المركزي، طب يعني إيه كل ده؟ يعني
طبقا لطلب الاحاطه ان هناك عضو من اعضاء مجلس اداره البنك المركزي اللي هو بيعمل ايه يا جماعه ده؟ اللي بيطلع على كافه المعلومات وكافه القرارات وكافه البيانات التي تخص السياسه النقديه في مصر، يعني ده جوه قلب الاقتصاد المصري. هو شريك ويعمل في شركه مسار التي تمتلك حصه منها السيده زوجه المحافظ، ودي شبهه تضارب مصالح واضحه، لانها الشركه دي بتشتغل مع البنوك، ما هو ما ينفعش يبقى جوزي بيشتغل كذا فانا اعمل كذا، في تضارب مصالح طبقا للقانون على فكره. كما ان عنده شركه استشارات خاصه، وانه يضع على السي في الخاص بيه انه عضو المركزي. ده بقى طبقا لي، وغير بقى القصه القطريه دي بقى جايبه لي مغص اساسا، القصه القطريه السابقه دي جايبه لي انا من ساعتها جايبه لي مغص. لكن طبقا للقانون ليه ده يا جماعه مخالف للقانون؟ هنسيب الجزء الاخلاقي اللي هو، مع ان الجزء الاخلاقي ده اصبح منصوص عليه في قانون منع تضارب المصالح، لكن هنذهب للقانون بدقه. وهنا بنتكلم على قانون تنظيم المركزي الذي ينص في مادته رقم 13 مادة 4 أعضاء المركزي: لا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته أو من شأنها أن تؤثر في حيدته في المداولات أو اتخاذ القرار. فأنا إزاي يبقى عندي شركة أو عندي حاجة بتتعامل مع البنوك وأنا جوه المركزي فده بيأثر على حيدتي؟ ما علينا. ألا تكون لهم اللي هم الأعضاء أو للجهات التي يعملون بها مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات. أنا طبعا مش متأكدة من الموضوع القطري، هنسأل سيادة النائب دلوقتي موضوع سرية المعلومات دي. كما يشترط ألا يكونوا من أعضاء مجالس إدارات البنوك التجارية، وعلى فكرة كان يعني خلي دي على جنب، أو شركات التمويل أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية. أهو طبقا لي القانون، من أنت؟ هل أنت جون أم كمال أم؟ وعلى فكرة المشكلة ليست في السيد العضو اللي حاولنا نتصل به ولم نصل له، ولكن معي على الهاتف الدكتور النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب. سيادة النائب، هل قدمت أنا المعلومات بدقة ولا فيها مشكلة؟ لا يا فندم، حضرتك سردت المعلومات بشكل جيد جدا جدا وبشكل سليم خالص. هل أنت متأكد من دقة هذه المعلومات أم أنها شكوك؟ لا يا فندم، الموضوع تعدى مرحلة الشكوك، احنا عندنا يقين. ثم هناك لو ناخد الأمر بنفس السرد اللي حضرتك ابتديتي بيه، هو الأمر أصلا ابتدى بخطأ بسيط. الخطأ كان احنا بالفعل كان عندنا السجل التجاري بتاع المشكلة اللي أسردناها في شهر مايو، اللي هي الخاصة بأن زوجة محافظ البنك المركزي الوزيرة السابقة داليا خورشيد عندها شركة بتعمل في الاستشارات مع البنوك. وعطفا على الكلام ده خلينا برضو نقول أن أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة اللي هم كانوا بيعملوا سابقا مع الوزيرة في الوزارة أصبحوا أعضاء مجلس إدارة في البنوك بعد 2018، وإن محافظ البنك المركزي هو اللي بيملك سلطة تعيينهم في البنوك. فدي برضو معلومة مهمة جدا، إن في 5 من أعضاء شركة مسار أصبحوا أعضاء مجالس إدارة في بنوك مختلفة، منها بنوك حكومية. لا حافظ هنا سيادة النائب، حافظ هنا سيادة النائب، يعني حضرتك بتقول أن هناك أعضاء في داخل البنوك المصرية هم يعني بعد تعيينهم في مسار عينوا أعضاء مجالس إدارة في البنوك التجارية المصرية أو في البنوك المصرية؟ مين سبق التاني؟ طبعا يا فندم سنة 2018، لا هم اشتغلوا معاها الأول بعد كده اتعينوا في البنوك كأعضاء مجلس إدارة، وهذا طبعا لا يعمل معها أحد في هذه الشركة وليس عضو مجلس اداره في البنوك. وهل هذا، خليني اسالك هل هذا مخالف للقانون؟ اتفضلي. وهل هذا مخالف للقانون؟ طبعا مخالف. اتفضلي. اتفضل. هل هذا مخالف باكثر من شكل؟ ليه؟ لان الشركه تتعامل في تصفيه او في عمليه اعاده جدوله ديون البنوك. اصلا قانون الخاص بتضارب المصالح لا يسمح اصلا انها تكون بتعمل في هذا المجال، يعني احنا اصلا وجود الشركه
وجود الشركه حيز العمل يخالف قانون 106/2013 اللي بيقول ان الاقارب حتى الدرجه الرابعه لا يجوز ان يعملوا بنفس المجال، فما بالك بمحافظ البنك المركزي الذي تعمل زوجته في عمليه جدوله ديون البنوك ويعمل معها في الشركه اعضاء مجالس اداره في البنوك. طيب امر يعني ما انزل الله به من سلطان. طيب نيجي بقى لقضيه ده الموضوع الاول. نيجي للموضوع الثاني، جون وكمال وسمعان وبباوي وابو الخير. يعني كيف توصلت لهذه المعلومه؟ عضو مجلس اداره موجود، هو كان في اخر عضو مجلس اداره الصراحه موجود في السجل التجاري الخاص بزوجه المحافظ الوزيره السابقه، كان مكتوب فيه ان هناك جون بباوي الخير بحريني الجنسيه احد اعضاء مجلس ادارات هذه الشركه. فوجئت من كذا يوم ان في اربع خمس جرايد بيقول وصول جون بباوي عضو مجلس اداره البنك المركزي. الموضوع استرعاني جدا، رحت دورت في اعضاء مجلس اداره البنك المركزي فما لقيتش حد اسمه جون، وقلت يمكن الخبر غلط. فابتديت اعمل عمليه بحث على محركات البحث الطبيعيه، يعني ما استخدمتش حاجه يعني غريبه، يعني نبحث اي حد من المشاهدين يخش ويكتب جون الخير، هيلاقي ان جون الخير ده بيجلس على اكثر من مجلس اداره شركه عالميه وبيوصف نفسه جون الخير عضو مجلس اداره البنك المركزي المصري. وبسؤال بعض المصرفين الذين يعملون، اعتقد ده موجود على السي في بتاعه يا جماعه، لو نطلع السي في وطلعوا السجل التجاري اعتقد كان معانا منذ قليل. اتفضل اتفضل يا استاذ تنام. هو الراجل نفسه في لما بيسوق نفسه خارج مصر بيقول بالفعل ان هو راجل عضو مجلس اداره البنك المركزي المصري واسمه جون. المشكله الحقيقيه زي ما حضرتك ذكرت تحديدا في القانون المركزي قانون 8/2013 هناك اربع مخالفات على الاقل. اول مخالفه انها بتطلب ان يكون الشخص مصري عضو مجلس اداره البنك مصري. احنا هنا جون الذي يدعي كونه عضو مجلس اداره في البنك المركزي المصري شخص مش مصري، شخص استرالي، بس هو معاه يعني باسبور مصري. البنك المركزي اسمه كمال مش جون. هو يا فندم معاه باسبور مصري عشان بس لكنه ده كلام سليم، الا ان القرار الصادر لعضويه البنك المركزي صادر باسم كمال وليس جون. جون شخص اجنبي لا يجوز له ان يكون عضوا في البنك المركزي المصري ولا يجوز له استخدام هذه الصفه خارج مصر بهذا الشكل. ده نمره واحد. نمره اثنين، المخالفه الكبيره جدا ان يكون شريكا في شركه تعمل في الاستشارات مع البنوك. والمخالفه الاقزع ان تكون هذه الشركه ملك محافظ ملك زوجة محافظ البنك المركزي المصري، فان لم يكن ذلك تضاربا للمصالح فلا اجد تعريفا اخر لتضارب المصالح. في كل كتاب وفي كل علوم الاداره وفي كل علوم الحوكمه لم اجد امرا كهذا في حياتي. طيب سياده النائب، هل يعني ما مصير اولا طلب الاحاطه السابق الذي تقدمت به، هل وصل الى اي شيء؟ لا، حتى هذه اللحظه انا تقدمت بطلب احاطه، ثم ايضا تقدمت بمذكره للرقابة الإدارية للنظر في هذا الأمر بعين الاعتبار. إحنا أمام أيام قليلة بتفصلنا عن اختيار أو ربما ساعات تفصلنا عن اختيار محافظ البنك. وده سؤالي يا فندم، قد يكون معلش سيادة النائب اسمح لي أقاطعك، ده سؤالي المهم. البعض قد يرى أن خروجك بهذه المعلومات الآن قبل ساعات قليلة من إعلان محافظ المركزي الجديد أو التجديد للمحافظ الحالي هي مش عايزة أقول لك شكوى كيدية، ولكن هي محاولة لتعويق التجديد للمحافظ الجديد والمحافظ الحالي، وهي خلافات سابقة من طلب الإحاطة السابق، فما دقة ذلك؟ خليني يا فندم اقول ان حتى عشان ما اخشش في جدال، ان حتى لو صدق الكلام اللي بيتقال ده محاوله الاعاقه دي مش جريمه، لكن كل الكلام اللي بقوله ده جريمه مسنده بالمستندات. يعني خلينا حتى ناخد الموضوع ده حتى اخره. لكن المشكله ان انا نائب عن هذا الشعب اتحدث من منطلق مستندات. المشكله الاساسيه يا فندم اللي احنا قدامها دلوقتي ان احنا لا يجوز ان نجلس امام مشكله بهذا الشكل، لانه محرج لكيان الكيان الكبير في الدوله زي البنك المركزي. يجب ان يكون هناك تحقيق شفاف في القضيه، حد يطلع ويتكلم ويقول، حد يقول الكلام ده غلط. هل هم من شهر خمسه منتظرين ما حدش عايز يقول الكلام ده غلط؟ ما الكلام ده سهل جدا ان يتم نفيه، نحن نتحدث بمستندات ومخالفات قانونيه. ان احنا نركن ده جانبا ونقصد داخل النوايا ونقول اصل التوقيت وما ينفعش دلوقتي وليه بتقولوا الكلام ده دلوقتي وايه اللي جابه هناك وليه بيقول الكلام ده،
الكلام ده لا يستطيع أن يقف في وجه حقائق دامغة ومخالفات قانونية يجب أن يتم الرد عليها، ليس بمنظور حسي وليس بمنظور اشمعنى دلوقتي، لكن يرد عليها البرهان بالبرهان. مصر تستاهل أحسن من كده بالنسبة لمواجهة مثل هذه الأمور. وأنا أفتكر في افتتاح مصنع البتروكيماويات السيد رئيس الجمهورية تحدث جليا في هذا الموضوع وقال أن نواب الشعب المفروض إذا كان هناك أمر يستقصوا ويعملوا تحريات ويقدموا تقارير، وعلى الدولة أن تعطيهم الرد الشافي. بشكرك سيادة النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب. إذن هذا طلب إحاطة يحتاج إلى رد وإجابة من الجهات المعنية. هل ما ذكر في طلب إحاطة السيد النائب محمد فؤاد فيما يختص بأحد أعضاء المركزي وشبهات تضارب المصالح ومخالفة القانون، هل هذا دقيق أم أن له تفسير لا نعرفه؟